ضيفنا الكبير معنا بن شرعاط، اهلا وسهلا بكم محمد. يا مرحبا وهلا. بعد هذه السنين الطويلة من الإنجازات، مش طولها؟ احنا نتكلم على سنين. ايه، الإنجازات في مجال الساحة الشعبية، كيف يقيم شاعرنا تجربته؟ ايش تقول؟ تجربتك في الساحة. اي ساحة؟ الساحة الشعبية. ايش فيها؟ كيف تقيمنا تجربتك في الساحة الشعبية؟ تجربتي أنا؟ إيه، في الساحة الشعبية. تجربتك أنت؟ وش الساحة الشعبية؟ الساحة الشعبية اللي أنت شاعر مخضرم موجود فيها من الساحة الشعبية؟ الساحة الشعبية هم يسمونها الساحة الشعبية. وش قال يعني؟ كيف؟ نفس مواقف السيارات وكذا لا 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 أبو محمد، ساحة. ساحة؟ مجازا يطلق عليها الساحة الشعبية. كمان ساحة الشعر. ساحة الشعر. ولا وش بالك تسميها شعبية؟ هذا المصطلح المتعارف عليه. مصطلح؟ وش المصطلح ذا؟ وش يطلع صلاح الدين؟ كيف وش يطلع صلاح الدين؟ مصطلح؟ مصطلح يطلق على ان هذه الساحة الساحة الشعبية، سواء عاد كانت الشعر او اي فنون اخرى. ايه، بس الشعبية منين جبت هذه؟ الشعر من الشعبية اللي هو الدارج الشعبي مع الناس. وشو يعني؟ يعني هالحين شعبان ذا اللي غني هو فنان شعبي؟ يطلق عليه فنان شعبي. احنا ما احنا بشعراء شعبيين. لا، بس في النهاية لفظك أو كلمة الشعبية هذه لها أكثر من تفسير، لكنها فنان شعبي يقال أنه يعني من الشعب أو يعني مديحة هي ولا مسبة؟ لا، تعتبر مديحة وتعتبر مسبة. هي في النهاية ايش بالك شكلك حزين كذا؟ لا، ما لي حزين ولا شيء، بس عاد رهبة كاميرا. طيب، ننتقل للسؤال الثاني. ماذا يعني لك؟ وين ننتقل؟ لا سمح الله، وفي بين زعل. لا، وش اللي دائما ننتقل للسؤال الثاني؟ ننتقل للسؤال الثاني، هذا تسلسل البرنامج. لا، ما زعلت ولا شيء. هل تنتقل؟ ليش؟ موجودين احنا، لا احنا رايحين ولا شيء. يا مرحبا. طيب، ننتقل للسؤال الثاني ولا ما ننتقل؟ تنتقل. وينك؟ تنقل كذا كل شيء راح لك مكان. التسلسل البرنامج عندنا أسئلة لازم. بس عاد السؤال الثاني ما يصلح ان انا احنا ان هم حاطين سؤال ما ينسأل لك. ويشو؟ بس نبي نسأله. وشو؟ ماذا يعني لك كشاعر كبير اغلاق مضيق هرمز؟ انا ماني مقتنع في السؤال، بس احنا مقتنعين في سياسة البرنامج. لا، سؤال بالعكس، سؤال في مكانه، سؤال جيد. ايش فيه؟ طيب تفضل جاوب. وش فيه مضيق هرمز؟ ايش رايك يعني لو اغلق؟ هو ما اللي مضيقه؟ مضيقه رب العالمين، هذا تضاريس وطبيعه الارض. تضاريس يعني خلقه الله كذا سبحانه. وش دخلني فيه؟ ما القصيده التي تلفت انتباه شاعرنا اكثر؟ ما يلفت انتباهي ذي الارقام ذي اللي على الاشاره. الإشارة؟ لا، احنا نقول قصيدة. قصيدة؟ القصيد. والقصيدة ايش تسوي؟ قصيدة تلفت انتباهك، احنا ما اتكلم انها القصيدة تلفت الانتباه. احنا ما نقصد انها مثلا شاعر معين او شيء، بس اكيد انت عندك